عيد القديس مارون يأخذ معنى مميزا هذا العام الذي فيه احتفلت الكنيسة المارونية حول العالم بيوبيل 1600 سنة على انتقال أبيها وشفيعها إلى بيت الآب. ويأخذ العيد معنى مميزا أيضا لأن البابا بنديكتوس 16 سيدشن تمثالا للقديس مارون سيوضع خارج بازيليك القديس بطرس الفاتيكانية في 23 من الجاري بحضور صاحب الغبطة البطريرك مار نصرالله بطرس فاير والأساقفة الموارنة ورئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان وسفيري لبنان لدى الكرسي الرسولي السيد جورج خوري ولدى إيطاليا السيد ملحم ميستو ولفيف من الدبلوماسيين ورجال الدين والعلمانيين. حدث تاريخي يشعر فيه الموارنة أنهم مع قداسة البابا في قلب الكنيسة الكاثوليكية، قال الكاردينال ليوناردو ساندري الذي دعا الموارنة ليتذكروا مسؤوليتهم التاريخية في الحفاظ على المسيحية في الشرق وليكونوا كما أرادهم القديس مارون قلبا واحدا وروحا واحدة. جاءت كلمات عميد مجمع الكنائس الشرقية هذه من روما من المدرسة المارونية خلال عظة ألقاها مساء الأربعاء بمناسبة الاحتفال بعيد القديس مارون شفيع الطائفة المارونية. ساندري وبحضور لفيف من الدبلوماسيين والكهنة والرهبان والراهبات والعلمانيين ذكر أيضا في كلمته بعطية سينودوس أساقفة الشرق الأوسط الكبيرة مشيرا إلى أنه لا بد للموارنة ولمختلف الطقوس الشرقية واللاتينية أن يتذكروا الدعوة ليكونوا واحدا، وأعرب نيافته عن قلقه حيال الأزمة التي يمر بها لبنان آملا بأن يتم التوصل إلى توافق وطني في سبيل الخير العام ومن أجل مستقبل من الكرامة للبنان بين شعوب الأرض. تأتي هذه المناسبة ضمن سلسلة من الاحتفالات التي تنظمها الجماعة المارونية في روما لتتوج في 23 من فبراير بوضع تمثال القديس مارون في الفاتيكان وبقداس احتفالي في البازيليك الفاتيكانية.